قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار
إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل تذكر من صلاتها. فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. آخر الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه.